راح ناخذ من عندك الفقره الاخيره يا يعني تلطيفيه. اريد تعلق لنا هدف يونس محمود عام 2007، يعني من ضرب زاويه هوار ملا محمد والتسجيل للجمهور. تلعب الكره الى المصلحه هوار ملا محمد، هوار ملا محمد راح ينفذ الكره الى من؟ هوار في هذه الدقائق، في الدقيقه 70 من المنتخب الوطني العراقي. تلعب الكره الى يونس محمود، اول راس، يا الله يونس مه الحاصودة، أول أهداف المنتخب العراقي في الدقيقة 70 في هذه الدقائق الجميلة. العراقي يفرح، وعندما يفرح يفرح معه الجميع وكل الجمهور الرياضي. شو تقول يونس محمود؟ يتكرر؟ ما يتكرر يونس. ناس يقولون ميمي جايب مكانه، هاي يعني ان شاء الله احنا نأمل ان شاء الله نشاهد يعني مهاجم مثل السفاح. طبعا طبعا ميمي يعني يونس محمود ما يتكرر والله. انا اقول لا يتكرر على مدى العصور والدهور. شكرا للكابتن المعلق المبدع حيدر كاظم. الان ابقوا معنا.